الفرخه اللي بتبيض ده في اللحظه دي هي الشركه الشرقيه للدخان اللي اسمها موتسيان. لما ندور مع بعض شويه حوالين تاريخ هذه الشركه بنكتشف ان الشركه دي اسست سنه 1920، يعني بعد سنه واحده من ثوره 19 للجماهير الهادره في جمهوريه مصر العربيه، اسف، في المملكه المصريه في ذلك الوقت. خرجت تطالب بامرين اساسيين: الاستقلال عن الانجليز والدستور. وكانت في عدد كبير من الشركات الصغيره مملوكه لناس عاشوا في مصر من الولايات المتحده الامريكيه شركه واحده، من انجلترا شركه واحده، وعدد كبير من الشركات المملوكه للارمن المصريين، وعدد كبير ايضا مملوك لعدد من الشركات اليونانيه او للملاك اليونانيين. 1920 تم انشاء الشركه الشرقيه ايسترن كومباني علشان تعمل ايه؟ تعمل حاجه في الوقت ده كانت جديدة، في الوقت ده اسمها الاستحواذ، درسناها كده، الاستحواذ. ايه الاستحواذ ده؟ الاستحواذ ده هو انك تخش على شركة موجودة فعلا، شغالة فعلا في قطاع، تشتريها بس ما تصفيهاش، وتخلي فريق العمل جوه الشركة دي بيشتغل في الشركة بتاعتك، ما بتمشيش حد، بما في ذلك الملاك والمديرين، بتعمل معاهم عقود ان هم ما يشتغلوش ضدك لمده 5 أو 10 سنين. في الشركه الشرقيه سنه 1920 عملوا معاهم عقود 5 سنين ما يشتغلوش باي شكل من الاشكال في اشكال المنافسه لهذه الشركه. والشركه اللي كان راس مالها 25,000 جنيه فقط، النهارده راس مالها وصل ل 40 مليار جنيه. عندها عدد كبير من المصانع، مش بتشتغل بس على السجاير والدخان، وانما بتشتغل على السجاير والدخان والورق والفلاتر والمعسل. وقدرت تخرج كل الاخرين من السوق وتحتفظ بالسوق المصري ليها كفكره اساسيه بني عليها المرسوم الملكي اللي اتعمل عشان انشاء الشركه دي، يعني شركه مصريه اتعملت عشان تخرج الاجانب من السوق وتحتفظ بهذا السوق. جت 23 يوليو والعقلية الناصرية، العقلية التأميمية، وأممت الشركة طبعا، بس كمان فهمت كويس إنه السجاير الكيف بتاع المصريين مهم جدا. فقررت تعمل إيه؟ عملت حركة غريبة شوية، طلعت قانون بيمنع بأي شكل من الأشكال زراعة التبغ في مصر. تخيل مصر اللي فيها نيل وفيها زراعة في كل المجالات، لا ممنوع بالقانون زراعة التبغ فيها أصلا، وبقت الشركة الشرقية دي بتستورد التبغ وتصنعه في مصر، رغم طبعا المفروض يعني أنه تصنعه في بلدنا، لكن عشان هم عارفين بطريقة تحكمية شديدة التحكم في المجتمع المصري أن المصريين لو زرعوا التبغ هيطلع فيه سوق سود على طول، فمنعوا زراعة التبغ على الإطلاق. وبقى المصري منتظر الشركة قومية وطنية بقت تشتغل على المجتمع المصري بالمنطق الايه؟ الدكتاتوري. السجاير دي كانت من المواد الأساسية اللي أسعارها لا تزيد، لأنه كيف المصريين؟ الدولة الدكتاتورية مش عايزة تزعل الشعب، وكان معروف إنه الشاي والسجاير كافيين جدا لتهدئة الشعب المصري والروقان عليه. مع أم كلثوم كانت الحكاية بتخلص خالص. جينا النهارده في مشهد جديد عجيب، وهو بدء بيع تفاصيل واجزاء صغيره من الشركه الشرقيه للدخان. الخبر اللي جاي لحضراتكم النهارده بيقول باختصار شديد هو انه مصر فيليب موريس، شركه السجاير العالميه فيليب موريس اللي بتنتج طبعا سجاير المالبورو وعدد كبير من البراندات الامريكيه، شركة فيليب موريس المعروفة الأمريكية داخلة تشتري حصة بعد ما أنشأت شركة مع شركاء إماراتيين، و ها أنتوا فاهمين الشركة اسمها المتحدة، أنتوا فاهمين شركة فيليب موريس والشركة المتحدة داخلين ياخدوا من الشركة الوطنية الشرقية للدخان قسم. كفايه ان انا اقول لكم في 2019 الشرقيه للدخان بعت 4% بس من اسهمها ب 180 مليون دولار. ولان الدوله محتاجه للدولار بشده وبصعوبه واعصابها تعبانه خالص والظروف الدوليه مش سامحه، فغالبا هيبيعوا حصه معتبره
من هذا القسم. طبعا الشركة بالأسعار الحالية تعمل لها مليار، مليار و 300 مليون. انت بقى شوف هتحسب السوق السوداء عاملة ازاي. لو تحسبه على 31 زي البنك هيطلع لك مليار و 300، لو تحسبه على 41 زي السوق السوداء هيطلع لك بمليار تقريبا. طب انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك انه الدولة لم تعد حريصة على مزاج حضرتك خالص. فالموضوع مش بس في لعب الأسعار في السجاير، في الغذاء، في اللحمة، في الرز، في كل شيء. الدولة النهاردة هتعكس اللي عمله المرسوم السلطاني في 1920 تماما، وهتقرر تبيع المواطن المصري، المستهلك المصري، لشركات أجنبية عشان تحقق الدولار.